السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير وعساكم من عواده وينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله. في هذه الفيديو إن شاء الله راح نبتدي نتذوق الجيل الثاني من الفلفل اللي هجناه، اللي تذكر في بداية السلسلة، واللي ما شاف بداية المشروع الطويل دي راح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة، يبين من بداية التهجين والأصناف اللي هجناها مع بعض وكيفية العملية إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة. فراح نبتدي أن نتذوق كل الأنواع، لأن الحين عندي 10 نباتات الحمد لله كلهم ما شاء الله ثمروا وحصدنا منهم، فراح أتذوق التباسكو معاكم في البداية، وراح نبتدي من صنف لصنف. طبعاً مقارنة بالجيل اللي فات اللي هو الجيل الأول، كان الجيل الأول أقل حرارة بكثير، فالجيل الأول كان أقل حرارة من هذه الجيل الثاني، فواضح أن الحين جينات الكينج ناغا بدأت تبين في الجيل الثاني. طبعا في اختلاف كبير بين نبتة ونبتة، وأحيانا حتى في النبتة نفسها نلاحظ فيه اختلافات، فراح نتناول كل نبتة وثمرها بروحها، وأيضا راح نشوف النباتات شكلها من ناحية الشكل والنمو والجذور، راح أبينها لكم لأنها كلها راح تدخل في تقييم كل ثمر ونبتة، وراح نشوف النتائج كلها إن شاء الله على أساس نحدد شنو النبتة أو الثمر اللي راح ننقل جيناته إلى الجيل الثالث إن شاء الله. فراح أدخل كل البيانات والمعلومات في مثل ما قلت لكم جدول الأكسل اللي سويته على أساس أقيم كل أنواع الفلفل. فراح بعد التذوق راح يطلع عندكم رقم التقييم حق كل ثمر في الفيديو هذه إن شاء الله. فراح أجرب الكاميرا أراويكم الثمر عن قرب، وراح نتكلم عن التذوق مع بعض. فمثل ما احنا شايفين هذه الاختلاف بين النبتة رقم واحد، الثمر برتقالي أطول وأكبر وشكله مختلف، ينمو إلى الأسفل مو إلى الأعلى، ففي شوي من جينات الكينج ناغا شوي مبينة. فمثل ما قلت راح نبتدي بالتباسكو، عندي هالمرة لبن لأن الألبان عموما منتجات الألبان تقلل حرارة الفلفل بعكس الماي، الماي ينشر الزيت في الحلج ويأثر ينشر الحرارة في الحلج أكثر. فراح نبتدي بالتباسكو، فهذه عندي التباسكو حرارته شبه متوسطة شوية في الحلج وشوية في البلعوم، يعني حرارته معقولة، ولكن أدري أن ذلين راح يكونون أكثر حرارة من ذي. فراح ننتقل إلى الصنف المهجن. أول شيء راح شوي أغسل الحرارة من التباسكو على أساس نقدر نقارن. فراح أختار واحدة من النبتة رقم واحد، هذه النبتة رقم واحد. طبعا مثل ما قلت لكم لاني اعرف انها حارة اكثر من التباسكو ما راح اتناولها كلها، ما في داعي للتعذيب، راح اخذ قطعة صغيرة من الطرف هذه الحجم، هذه الحجم، فراح نشوف نقارن الطعم والنكهة والحرارة. فيها عصارة ما فيها نكهة التباسكو، شبه ما فيها حرارة،
قد يكون لأن يعني أنا أخذت من الطرف راح أخذ جزء شوي أعلى راح نجرب مرة ثانية لأن ما يعطني أي حرارة. أوكي الحين صار فيه شوي حرارة ولكن حرارة خفيفة جدا. كنكهة ما أحسها شيء مميز ولا تقارن بالتباسكو ك يعني ك ك ك ككمية عصارة ونكهة ما أحسها تقارن فيها فراح نعطيها هذه التقييم. راح ننتقل للثمر من الشجرة رقم 2 أو النبتة رقم 2 وراح نشوف الفارق بين ثمرها والتباسكو. فمثل ما شفنا انتاج اصلا فلفله رقم 1 كان قليل اصلا، فلفله رقم 2 ايضا انتاجها ما كان غزير جدا ولكن فيها انتاج اوفر من رقم 1 ولاحظنا فرق الحجم بين ثمرها وثمر التباسكو، ففي فرق في الحجم فهذه شيء زين ولكن يبقى لازم تذوق الثمر نفسه. فراح اخذ هذه الصغيره على أساس بدل ما أقطع واحدة عودة هذه بهالشكل أقدر أحصل الواضح جدا أن فيها عصارة كثيرة. مجرد زلت الرأس انصبغت أصابعي باللون الأحمر والعصارة، فهذه مؤشر زين بالنسبة لي حاليا مو بزين لأن أحتاج أغسل يدي ولكن راح نتذوق هذه مع بعض. فيها عصارة عالية، نكهتها مقاربة للكينج ناغا أكثر، حرورتها قاعدة تزيد عند اللسان تحت اللسان مو في طرف اللسان، في شوي حرارة قاعدة تزيد في الحلق أو في البلعوم بس مو بحرارة قوية. طبعا مثل ما قلت احنا ما قاعدين نبحث عن حرارة جدا عالية أو سوبر هوت أو فائقة الحرارة مثل الكينج ناغا، نبي شيء حرارته مقاربة للتباسكو ولكن الحجم الثمر والنكهة يكونوا مقاربين للتباسكو. فهذه نكهتها مو مقاربة للتباسكو ولكن حرارتها حتى يعني شوي أقل أحس من التباسكو، فراح نعطيها هذا التقييم من ناحية رقم 2 وراح ننتقل إلى رقم 3. راح ننتقل إلى نبتة رقم 3. مثل ما احنا شايفين نبتة رقم 3 من النباتات اللي انتاجها كان غزير جدا وفيها صفات ظاهرية يعني جدا مرغوب فيها، لون الثمر أحمر، الجلد واضح انه فيه عصارة، شكل الثمر مشابه إلى حد ما التباسكو ولكن أكبر، فهذه كلها صفات جيدة ومرغوبة. يبقى التذوق وكنبتة حجمها زين أيضا. خلنا نختار شيء صغير لأن أتذكر كأني كلت من رقم 3 وكانت فعلا حارة يعني. خلنا نشوف شيء صغير. أوكي هذه عندنا صغيرة ولو أنها جدا ناضية يعني راح اخذ نصها حتى نلاحظ حتى في القاطع انه فعلا فيها عصارة عالية
فيها بذور كثيرة، فهذه أيضا صفات التباسكو. راح نتذوق هذه النص. النكهة جدا مقاربة للتباسكو، نكهتها جدا مقاربة للتباسكو، وهذه صفة جدا جيدة وهي المرغوب فيها. الحرارة قليلة، حرارتها قليلة. خليني بجرب النص الثاني. الحرارة معقولة يعني باردة إلى حد ما، يعني مع الأكل عادي ما أعتبرها شديدة الحرارة، ولكن مثل ما قلت الصفة الزينة فيها أن مقاربة للتباسكو، حجم الثمر أكبر، فيعطيني لما أبغي أصنع منه صلصة هذه أسهل لي من التباسكو الأصلي، لأن كمية أو حجم الثمر أسهل من التباسكو الأصلي. يعني إحنا نتكلم تقريبا هذه 3 أو 4 أضعاف حجم التباسكو، فهذه حجمها ممتاز حق صلصات وكذا. بس كحرارة المشكلة شوي في الحرارة، ولكن حرارتها كصلصة أو شطة خلنا نقول للناس الطبيعية أتوقع تكون حرارتها ممتازة يعني. فراح نعطي هذه النبتة لأن فيها صفات كثير، صفات كثيرة مرغوب فيها، راح تحصل على هذه التقييم عندكم. وننتقل إلى النبتة اللي بعدها. عندنا الحين ثمر النبتة رقم 4. مثل ما احنا شفنا هذه الثمرة بالذات ماخذة جينات شكل الكينج ناغا بشكل واضح في هذه الثمرة، واضحة جدا. اعتقد اني ضقت من ثمر النبتة رقم 4 او كان 10 ما اتذكر، وكان جدا حار، كان جدا حار. فراح نشوف ثمر يكون شوية صغير علشان نقدر ناخذ منه قطعة ونتذوقها. هذه قطعة طازجة، هذه صغيرة بس صراحة ما ودي أكلها كاملة. مرة ثانية نفس الشيء، غنية بالعصارة، جدا غنية بالعصارة، فيها بذور مو بكثرة التباسكو بس فيها بذور. الجدار مو بسميك ولكن في عصارة عالية. راح نتذوق هذه الحين رقم 4 ونشوف شي يطلع معنا. مجرد أكلها على طول العصارة تنتشر في الحلج. طعمها ما أقول مشابه للتباسكو، شوي مايل أكثر إلى الكينج ناغا. حرارة موجودة قليلة، مبحارة جدا، أقل من رقم 3 حتى. ما قاعد أشوف الحرارة تزيد وتبني، ما في هالشيء. حرارة بسيطة في الحلق بس، توقعتها تكون حارة أكثر. راح أخذ قطعة ثانية شوي أكثر إلى الأعلى ونشوف إذا تزيد الحرارة. مع العصارة قاعدة تزيد فيها نكهة الفاكهة اللي موجودة في الشينس أكثر، فهذا شيء مو مرغوب فيه كنكهة. إحنا ما قاعدين ندور هذه النكهة، إحنا نبغي نكهة التباسكو. حرارة خفيفة جدا، جدا خفيفة الحرارة. فبناء على هذه الصفات النكهة، الطبايع اللي خذتها من الكينج ناغا اللي هي الشينس وقلة الحرارة، راح تحصل على هذه العلامة حق نبتة رقم 4. وراح ننتقل إلى نبتة رقم 5.
والحين عندنا الثمر من نبتة رقم 5. رقم 5 فيها شيء غريب اللي هو لون الثمر صاير ماروني مو بأحمر، مقارنة بالتباسكو مثل ما شفنا لونه ماروني، ولكن أيضا ماخذ من جينات الكينج ناغا اللي هي التجاعيد هذه والشكل الحاد بهذه الطريقة وأنها نازلة إلى الأسفل، فهذه واضح أن فيها جينات الكينج ناغا طاغية عليها. واللون أيضا لأن الكينج ناغا أساسا فيها عدة جينات من الداخل منها الفلفل الأسود، طبعا ما أقصد الفلفل الأسود اللي ينحط كتتبيل أو كذا، لا أقصد فلفل حار مثل دي ولكن لونه أسود يكون، ففيها جينات فلفل أسود أيضا. راح نشوف واحدة صغيرة هذه تروالي، اي هذه راح اخذ النص، ايضا فيها عصارة عالية، الجدار شوي اسمك من اللي شفناه في السابق من رقم 4-1 شوي فيها سمك اكثر، فراح نشوف. عصارة جدا عالية فيها طعم شيرة شوي أو طعم حلاوة شوي، الحرارة خفيفة أيضا في الحلق، ما أشوف شيء في الفم، في مقدمة الفم ما في شيء في البلعوم أو في الحلق، بس انتهت الحرارة شيء جدا قليل، ما فيها حرارة عالية، ولكن حتى النكهة غريبة، يعني فيها نكهة حلاوة أو فيها شيرة، عصارة جدا عالية، أحن الحرارة قاعدة شوية ترجع في أعلى الحلق والبلعوم أيضا شوي قاعدة تزيد، بس بعد مو بالحرارة اللي يعني توقعتها، يعني أقل من التباسكو لحد الحين. فبناء على لونها والنكهة والصفات هذه اللي في النكهة، رقم 5 راح تحصل على هذه العلامة، وراح ننتقل إلى رقم 6. مثل ما احنا شايفين رقم 6 نبتة صارت جدا صغيرة شبه مقزمة، قزمة صارت، ما اعرف السبب، ثمرها كان قليل مثل ما انتم شايفين، عندنا 5 ثمرات فقط، حجمها اصغر من التباسكو اصلا، ولو ان جيناتها الظاهرة كشكل مشابهة للتباسكو، كشكل مشابهة للتباسكو، ولكن الهدف الاساسي ان نبغي ثمر اكبر من التباسكو ولكن يحمل صفات التباسكو من ناحية نكهة عصارة وشوي حرارة أكثر، فهذه من الحين ما قاعد أتحقق واحد من الأهداف الثلاثة، فبتذوقها ولكن ما أعتقدني راح أواصلها يعني إلا إذا بهرتني بالنكهة، يعني هاي شيء ثاني، فراح نختار واحدة أصغر، واحدة راح أشوفها وراح تذوقها ونشوف النكهة. فيها نكهة ممزوجة بين التباسكو والكينج ناغا، صار خليط نوعا ما، العصارة مو جدا عالية، العصارة غير عالية يعني أقل من التباسكو، فيها حرارة شوي، هل الحرارة قاعدة تزيد؟ ما أحس إن الحرارة قاعدة تزيد، حرارتها شبه انتهت يعني، فرقم 6 غير ناجحة وراح
تحصل على هذه النتيجة. ننتقل الحين إلى نبتة رقم 7. مثل ما شفنا إنتاج رقم 7 كان أيضا قليل، لأنها النبتة أيضا مثل رقم 6 صارت صغيرة وشوي مقزمة، ما كانت بحجم البقية. البقية ما شاء الله كبار، وأيضا إنتاجها ضعيف، والإنتاج مثل ما شفنا مثل رقم 1 أنتجت ثمر أصفر. هذه يعني صفة احنا ما نرغب فيها، ولكن راح نشوف اذا كان الطعم مميز جدا ممكن ان نختارها. فخلونا نشوف ثمر رقم 7. ايضا راح اختار ثمر صغير. قصارتها مو بكثيرة، فيها طعم مقارب للتباسكو. من ناحية حرارة جاتني دفعة حرارة مرة واحدة في البلعوم أو في الحلق، وشوية تحت اللسان، ولكن يعني قاعدة تخف شوية. فيها مرورة في البداية، فكنكهة ما عجبتني الصراحة. ومثل ما قلت لأن النبتة مقزمة وهذه كان نموها وإنتاجها ضعيف، فرقم 7 راح تحصل على هذه الرقم من التقييم. هذه الحين عندنا ثمر من النبتة رقم 8، فراح تذوق ثمرها. طبعا ثمرها احمر مثل ما شفنا، وفي صفات مشابهة للتباسكو، بعضها اكبر بعضها اصغر. تروالي انه ممكن توصل الى هذا الحجم مقارنة بالتباسكو مثل ما شفنا في البداية، ولكن كأن الثمر صادة شوي تشقق بسبب الجفاف وبعدين الري وبعدين جفاف وري، ففي شوي تشقق في الثمر بالذات هذه. فراح انت ذوق هذه الثمر الصغير من رقم 8 ونشوف شنو النتيجة. فيها عصارة، فيها نكهة جيدة، فيها نكهة وايد جيدة، يعني نكهتها حلوة. ما أقصد إن فيها شيرة، لا، نكهتها طيبة، ولكن الحرارة ضعيفة جدا. الحرارة ضعيفة جدا. ما حسيت بشيء. خلني أجرب واحدة شوي أكبر، قد يكون بسبب صغر الثمر. فخلنا نجرب واحدة ثانية ونشوف. فيها شوي حرارة. بعد حرارة بسيطة، أكثرها في الحلق مو في الفم. فحرارتها ضعيفة بالرغم من نكهتها. هذه شوي راح يكون تقييمها شوي صعب، ولكن الحرارة من العناصر الرئيسية، فمراعاة لهذا الشيء رقم 8 راح نعطيها هذا التقييم. Thank you.
والحين عندنا ثمر نبتة رقم 9، مثل ما احنا شايفين ثمرها مشابه للتباسكو، في شوي حجم اكبر، نفس الصفات كشكل، اللون نفسه احمر برتقالي احمر، في النضوج احمر، ولكن يبقى الطعم هو اللي راح يحدد كل شيء. عندي واحدة حمرة ناضجة، هذه راح استخدم هذه، فيها شوي من نكهة التباسكو بس قوامها غريب، قوام الثمر غريب، صاير مثل ما يقولون اسفنجي او مثل ما يقولون عندنا فشي، يعني قوامه غريب. فيها حرورة شوي، كنكهة نكهتها غريبة، نكهتها غريبة الصراحة، ما توقعت طعمها يكون بهذه الطريقة. يمكن أجرب واحدة ثانية، أجرب هذه ونشوف إذا بس كانت هذه الثمرة تحمل هذه الصفات، القوام الغريب والطعم الغريب ذي. نفس الشيء، نفس الشيء، فيها طعم غير مرغوب فيه الصراحة. فهذه رقم 9، يعني بالذات مع طعمها راح تحصل على هذه النتيجة، وراح نجرب آخر ثمرة اللي هي رقم 10. ولي الحين إلى ثمر آخر نبتة اللي هي رقم 10، واللي هي أنتجت بأكثر وأغزر إنتاج بلا منازع رقم 10، مع أن رقم 3 كانت أنتجت بكمية كبيرة، ولكن رقم 10 من أول اللي أنتجوا وإنتاجها كان كثير جدا مثل ما احنا شايفين. الشكل فيه شوي اختلافات من ناحية التباسكو، فيه شوي طول ولكن الطرف شوي مربع أكثر ما هو مدور في التباسكو، شوي صاير ماخذ من الاثنين. حجم ولون وانتاج، هذه كلها علامات جيدة لحد الحين في الثمر. يبقى عندنا التذوق، راح ناخذ ثمر صغير ونتذوق. عندي هذه وراح نتذوقها. فيها عصارة جيدة، فيها نكهة، ولو أن النكهة شوية مايلة إلى الكينج ناجا أكثر ما هي إلى التباسكو. حرارتها زينة معقولة، الحرارة في الحلق شوية تحت اللسان حوالين منطقة اللسان، الحرارة للحين موجودة يعني، بس أعتقد الموضوع صاير بين رقم 10 ورقم 3، لازم نفكر فيها شوي. الحرارة شوية قاعدة بالذات أسفل اللسان قاعدة تزيد شوي، في الحلق لا، ولكن تحت اللسان في شوي زيادة من الحرارة. فمن ناحية رقم 10 راح نعطيها هذا الرقم كتقييم. محتاج شوي أفكر في الموضوع، ولكن يا أما راح أواصل زراعة رقم 10 أو رقم 3، ولكن رقم 3 عجبتني كنكهة أكثر ولو أن حرارتها أقل من رقم 10. لازم شوي أفكر فيها وإن شاء الله راح أخبركم بالقرار قبل لا نواصل التجربة إن شاء الله. فراح أخبركم إن شاء الله بأي واحدة من الثنتين أختار على أساس أن نواصل زراعتها إن شاء الله. فأتمنى أن استفدتم من هذه الفيديو وهذه التجربة،
وتوثيقها معاكم على مر السنين إن شاء الله إذا الله أحيانا وياكم نواصلها، وبالإضافة إلى تفصيل الأكثر اللي بيناه في هذه المرة الجيل الثاني لإنتاج بذر الجيل الثالث، بالذات من ناحية توثيق شكل الثمر مقارنة بالتباسكو والنباتات نفسها وجذورها أيضا. فاللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يترك لي في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.